انا هاخد من كلامك بقى وهبدا سؤالي الاولاني ونقارن شويه بالفتره اللي حضرتك كنت بتلعب فيها. يعني فكره ان انا ابقى النادي الاهلي وخارج من موسم قوي جدا، بتكلم عن 5 بطولات، تطوير في اداء اللعيبه، صفقات رائعه جدا، مدير فني الناس او البعض دلوقتي بيقارنوه بمانويل خوسيه، واحد من افضل المديرين الفنيين اللي عدوا على النادي الاهلي. فكل ده بيبقى تشالنج او بيبقى تحدي، ان انا الموسم اللي جاي انا هعمل ايه؟ هحقق ايه؟ هروح فين؟ مع توقعات كمان الجماهير في رفع سقف كل حاجه. فخلينا نبدا من النقطه دي ونقارن شويه برضو لو في كان موسم مقارب ايام ما حضرتك كنت بتلعب. بص، اكيد طبعا احنا الموسم اللي فات كنا محتاجينه، لان احنا كنا خارجين من اخفاق كبير، خساره موسمين ورا بعض للدوري العام. الجمهور كان محتاج مصالحه بينه وبين اللعيبه، بينه وبين الجهاز الفني، بينه وبين مجلس الاداره. طبعا كنت بتحقق ساعتها بطوله افريقيا، كنت بتعمل نتائج ايجابيه في حاجات في كاس العالم الانديه، بتاخد ثالث في كذا بطوله، لكن الدوري العام البطوله محببه لجماهير النادي الاهلي، انك هي بتبقى قدام تملي المنافس التقليدي بالنسبه لك نادي الزمالك. لكن فعلا الموسم اللي فات موسم ولا اروع بالنسبه لنا كجمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي. مش ان احنا خدنا بطولات بس، لا، في اوقات ممكن تاخد بطوله وانت بتلعب باداء مش مقنع، لكن الموسم اللي فات بصراحه اداء مقنع لكل الجماهير، لكل الناس النقاد اللي بيفهموا في الكوره او بيجي يحللوا فرقه النادي الاهلي. لا، موسم حلو، قدرت تاخد كل البطولات اللي دخلت فيها، قدرت كمان تكسب كل المباريات اللي هي مباراة القمة بينك وبين المنافس التقليدي بالنسبة لك اللي هو نادي الزمالك، حتى كمان المنافس كمان التقليدي اللي هو الثاني بيراميدز قدرت تكسبه في بطولة الكاس. كل المنافسين بالنسبة لك أديت قدامهم نتائج إيجابية، فموسم أنا شايفه إن هو كويس جدا. بس المهم بقى إنك أنت تحافظ الموسم الثاني بالنسبة لك. بالنسبة للجهاز الفني مستر كولر، اجد الراجل او اي حد في مجال كره القدم بيجدد طموحه، بيخلص. انت ممكن تكون واخد كل البطولات، الموسم اللي بعديه يعني ممكن تبقى مريح شويه. لا، الراجل بيجدد طموحه، عنده طموحات جديده، عنده بيدخل ناس جديده في الفرقه، بيشوف ايه المشاكل اللي في الفرقه قابلها السنه اللي فاتت، بيقدر يطورها السنه دي، بيقدر يحفظ بينا. خلاص موسم طويل، لو فكرنا في مستر كولر بدايه الموسم كان عنده بعض المشاكل شويه، لسه مش عارف طبيعه الجو، طبيعه اللعيبه، طبيعه بطوله افريقيا والفرقه اللي بتلعب في بطوله افريقيا، وطبيعه التوقيت في المباريات في بطوله افريقيا. الراجل خلاص حجم الضغط اللي هيقع عليه طالما هو بيدرب النادي الاهلي. اكيد طبعا، اكيد هو كمان قابل ظروف كتير قوي الموسم اللي فات، وده اول مره يدرب في افريقيا، فاكيد خلاص خد الخبره دي. متهيألي هيبقى في تطور في الاداء، يبقى في شكل احسن ان شاء الله. بس هيبقى المهم اصعب بكتير الموسم اللي جاي. طبعا اكيد، يعني كل الفرق حقيقي يعني ربنا يعين. اكيد كل الفرق دلوقتي بتطور، كل الفرق بتعمل صفقات جديده، كل واحنا شايفين فرق كبيره جدا بتجيب لعيبه على اعلى مستوى. واحنا برضو النادي الاهلي مش لازم احنا النادي الاهلي انت لازم تجيب لعيبه وخلاص عشان تقول انت، لا، انت بتشوف عند طول عمر النادي الاهلي كده بيشوف عنده مشكله في ايه واقدر اجيب اللعيب الفلان. مش لازم اجيب صفقات. لا، النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي مش بعد الصفقات خالص، الانديه الكبيره ما بتعملش كده اصلا. بالظبط، يعني انا عندي مشكله، انا مش مشكله، انا حمدي فتحي طلع بره خلاص، بفوش عندي عندي مشكله في مكان، جبت مكانه امام عاشور. هي كده، عندي مشكله مثلا في حته المهاجم، لو عندي مشكله في حته المهاجم، لكن انا شايف بالنسبه لنا ما عنديش مشكله في حته المهاجم. نغمه اللاعب الافريقي لازم يجيب مهاجم افريقي، مهاجم افريقي. طب يا جماعه، ودي ما بسمعهاش غير في مباراه التعادل، تكسب ما حدش بيجيب سيره عايزين مهاجم افريقي. يجي ماتش مثلا تتعادل فيه، احنا محتاجين مهاجم افريقي. مش كده. طب ما شاء الله، يعني كهربا ماشي كويس، محمد شريف ماشي كويس، رجعنا صلاح محسن من اللعيبه المميزين جدا صلاح، بس محتاج دعم شويه. فبقى عندك كواليتي من اللعيبه يعني مختلف، كهربا شكل مختلف، محمد شريف، صلاح محسن، عندك بقى اللعيبه كتير بشكل مختلف. مش لازم نغمه المهاجم الافريقي، المهاجم الافريقي، المهاجم الافريقي. لا، انا النغمه دي انا بصراحه بتضايقني جدا، لكن النادي الاهلي معظم المباريات بيسجل فيها اهداف، معظم المباريات بيكسب. فنتكلم في النقطه دي، لو في قعدت مثلا 4 5 ماتشات ما بتجيبش جوان، ممكن نتكلم في النغمه دي. لكن ما شاء الله اللعيبه السنه دي عامله اداء كويس جدا، اهداف. مش لازم المهاجم بس اللي يجيب الاهداف، ما انت عندك بيرسيتا، وعندك حسين الشحات طبعا، عندك معلول، عندك كل المراكز في الملعب بتجيب اهداف، فدي مش مشكله خالص. طبعا. حلو، حلو جدا. طيب خليني برضو اروح معاك لنسبه التطور اللي انت شايفه في اداء اللعيبه، وخلينا نتكلم باسماء. يعني مش عيب ان احنا نقول ابدا اسماء لعيبه
تم او انت ملاحظ فيه تطوير حاصل في المستوى بتاعها، ولو عايز تذكر برضو كابتن احمد لعيبه مستواها ثابت او قل شويه ومحتاجه تركيز الموسم القادم، يعني مين برضو لو تحب تذكر؟ بس لو رجعنا كده ممكن تكون مش فاكرين شويه، يعني لان بدايه الموسم من بدري ففي ناسين حاجات كتيره، يعني مثلا حسين الشحات اول الموسم كان بعيد، صح كان بعيد خالص، ودلوقتي حاجه ثانيه تماما. حسين الشحات بعد المنافسه القويه لما لقى نفسه بعيد عن الفرقه، ودي الحاجه الكويسه لما تخلق في كل مكان لاعب او اتنين، دي المنافسه اللي بتوصل اللعيب لمستوى عالي جدا. لما لاعب يلاقي نفسه في مكانه مفيش بديل مستواه بيقل، لكن لما يحس ان في منافسه هي دي اللي بتخلق لعيب مستوى عالي جدا، بتخلي اللعيبه. هو ده اللي عامله كولر السنه دي. انت كولر السنه دي مفيش فرق بين اللاعب الاساسي واللاعب الاحتياطي، ده ما عملوش تقريبا او ما حققوش قوي موسيماني. موسيماني كان عنده سكواد ثابت، فكل لاعب كان عارف ان مكانه محفوظ وخلاص، رغم ان ده شويه اثر على فنياتهم. اكيد لان الاجهاد كان في لعيبه كتير جدا 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 مع موسيماني كانت بعيده جدا جدا، لان هو كان معتمد على حوالي 13 14 لعيب في كل المباريات، واللعيبه الثانيه بعيد جدا. لما يجي عنده مباراه ولعيبه ثانيه مثلا عنده انذار او لعيب تعبان مجهد، في فرق كبير جدا بين اللعيب اللي بينزل مستوى بعيد جدا. لكن مستر كولر بصراحه عامل مستوى متقارب جدا بين اللاعب والاساسي، بيعمل على طول روتيشن بين اللعيبه، ما تقوليش مين الاساسي ومين الاحتياطي. ما انت ممكن تلاقي كهربا مثلا بيلعب المباراه دي والمباراه اللي بعديها محمد شريف، عادي جدا ما فيش مشكله. صحيح. بتكلم مثلا على حته المدافعين، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، كمان بتروبات ولا فروقات بين اي واحد. خالد عبد الفتاح مثلا لعب مباراه الاهلي والزمالك، لعب مساك وقد مباراه على اعلى مستوى. طب خش في نص الملعب بقى، اذا كان لما كان موجود حمدي فتحي والسوليه مروان، مفيش مشكله خالص خالص. حتى فخري لما لعب قد مباراه كويسه جدا. كوكا لما لعب حتى صغير كويس جدا. احنا عندنا مشكله برضو، بس احنا لازم نفكر فيها الفترات الجايه. معلول بالنسبه لمكان معلول، معلول ما شاء الله عامل موسم ولا اروع طبعًا. او مش موسم واحد، بقاله فتره طويله جدا هو عنده استدامه في الحسابات بس برضو لازم يكون عندك البديل في المكان ده. احنا ممكن ما بنشوفش محمد اشرف من اللعيبه كويسه جدا جدا، وهنبدا نشوفه الفترات الجايه لعيب مميز جدا، كان مع المنتخب الاولمبي. هو ده المكان الوحيد اللي ما فيهوش تغيير كتير، اللي كان معلول. واذا كان محمد عبد المنعم، تلاحظ الراجل كان بيقعد يغير مستر الكوره، بيغير في كل اللعيبه الا الشناوي في الوقت لما يكون الشناوي جاهز، وعبد المنعم وبيرسي تاو. الثلاثه دول تلاقيهم موجودين في كل مباراه، هو ومروان عطيه طبعا. طب احنا اتكلمنا عن اللعيبه اللي حضرتك لاحظت ان في تطور ملحوظ في مستواهم، بعيدا عن اللعيبه هل لاحظت ان في اي تغيير استجد لفت نظرك في الفكر، في التخطيط، في كيفيه اداره الامور؟ طبعا طريقه اللعب من بدايه الموسم هو عنده طريقه لعب مختلفه، بقالنا كتير جدا ما بنلعبش بالطريقه دي. احنا كنا على طول اي مدير فني بيجي يلعب في النادي الاهلي الفترات اللي فاتت او خلال العشر سنين اللي فاتت بتلعب 4-2-3-1. دي الطريقه المحببه لمعظم لاعبي فرق الدوري الممتاز على سنين مع الراجل ده، بيشتغل 4-3-3. ولازم اللي بيشتغل في نص الملعب، اللي بصراحه اللي عجبني جدا جدا وطور من ادائه، لان هو اداؤه كان بيلعب حته 10 دي مكان 10 اللي هو قفشه. قفشه كان مكانه 10 وما بيتغيرش. لما مع الراجل ده قفشه اداؤه اتطور جدا، وبتشتغل دلوقتي 4-3-3 مع مروان. لازم اتنين النص الملعب التانيين لازم يكونوا بيهاجموا وبيدافعوا، مش حتى كمان بنشوف حمدي فتحي كان بيدافع بس الاول، دلوقتي حمدي كان بيروح ويجيب اجوان. ديانج برضه بيهاجم، فهو خلاص غير من شكل لعيبه نص الملعب عندنا. فده الكويس جدا اللي عجبني بصراحه في قفشه. قفشه بصراحه فنش الموسم عجبني جدا جدا جدا، لان هو قفشه كان في فتره من الفترات كان مريح شويه، اداؤه بعد شويه بعد مرحيل موسيماني تحديدا بالظبط كده، لكن ما شاء الله ركز وحط رجله في الفرقه بعد غياب حمدي فتحي. لا حط رجله في الفرقه وبقى يشتغل وقدم مباراة على اعلى مستوى في نهايه الموسم. لعيبه كتير دخلت في وسط الفرقه، مثلا عجبني برضو فخري بصراحه لما خد مباراه صعبه جدا جدا بالنسبه له، لكن اشتغل ولعيب مميز. لعيب نص الملعب بالذات عنده لازم يكون عنده الاستلام والتسليم على الراجل ده، الاستلام والتسليم لازم يكون عنده عالي، لان النادي الاهلي كل لعبه بيشتغل من الكره من رجل للرجل، فلازم الحته دي تكون عاليه عند اللعيبه. فخري عنده النقطه دي كويسه، كوكا عنده النقطه دي كويسه، اللي هم بيتكلم عن اللعيبه اللي بتخش جديد. جبنا صفقه مروان، طبعا مروان امام عاشور، امام من اللعيبه المميزه جدا 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 في الدوري المصري، ولعيب عنده طموح وعنده قلب وعنده حاجات كتيره جدا هتفيدنا ان شاء الله مع الفرقه.
اتمنى له التوفيق. مهم جدا ان اي صفقه فيها معظمها يعني اهم حاجه فيها التوفيق. هو لعيب بيجتهد وبيشتغل وبيبقى واصحابها ليهم وضع حساس شويه اكيد طبعا على حسب هما جايين من اكيد فين. اكيد اكيد طبعا. فنتمنى له التوفيق. اتمنى الجمهور النادي الاهلي يصبر عليه شويه. اي حد محتاج وقت شويه قبل ما ينسجم في وسط الفرقه ده طبيعي. هو مرات بيشتغل في كذا مكان، كان نص الملعب بيشتغل باك رايت. اتمنى ان شاء الله رجوع اللعيبه المصابه. اكرم توفيق برضو من اللعيبه المميزه جدا. اتمنى لهم مفتقدينه جدا. اكيد طبعا من اللعيبه المميزه جدا. اتمنى له، مع ان برضو محمد هاني قدم موسم والاروع. صحيح رائع رائع بصراحه. هما الاثنين رجاله حقيقه قوي. اي حد موجود في الحته دي يعني بصراحه في النادي الاهلي، احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي السمات الشخصيه عندهم عامله ازاي، بيخلصوا بطوله يخشوا على بطوله، عندهم على طول بيجددوا طموحاتهم في البطولات. فنتمنى ان شاء الله الموسم يبقى احسن ان شاء الله جديد ان شاء الله. مع فكره الاعداد النفسي والاهتمام بهذا الملف، والنادي الاهلي سباق فيه، يمكن كان في تجربه ايام مانويل خوسيه ودلوقتي رجعت مره ثانيه مع مارسيل كولر، ويمكن كان عندنا خبر خاص بوزاره الشباب والرياضه وتحديدا دكتور اشرف صبحي اتكلم عن الملف ده، مفروض ان هو يكون موجود مع كل المنتخبات الوطنيه، وده يؤكد اهميه الملف بتاع التاهيل النفسي. لحد دلوقتي بعض اللعيبه لا تؤمن باهميه التاهيل النفسي، رغم ان هو بيبقى فارق او بيعمل فارق بشكل كبير جدا. انا راجع من اجازه طويله، انا راجع من اصابه، انا راجع من خساره بطوله وغيره وغيره، بيفرق جدا مع التاهيل البدني والفني ان انا ابقى جاهز فنيا نفسيا. عامل مهم ومش لسه في ثقافتنا في كل الانديه، لكن احنا مطبقينه بقالنا كام شهر دلوقتي او رجعناه بقالنا كام شهر. خليني اروح مع حضرتك، رايك اولا في هذا الملف ايه؟ وهل وقتكم كان في اهتمام بيه ولا لا؟ وايه اللي كان بيعوضه وقتها حتى لو ما كانش موجود؟ والله بصي، هو طول عمر المدير الفني هو اللي بيشتغل الحته النفسيه دي شويه. ما عندناش الثقافه فعلا زي ما انت حضرتك بتقولي ان نجيب حد مختص نفسي ان هو يقعد مع اللعيبه. مع ان انا مع الذاكره انا حصلت قبل كده في وقت من الاوقات موسم 95 96 او 94 95 كان كابتن محمد رمضان هو مدير الكوره، جاب لنا مثلا محاضر نفسي وقعد معانا وادانا محاضره نفسيه ازاي انك انت بتخرج من بطوله تخش على بطوله وازاي تجدد طموحاتك وازاي. قعدنا نتكلم في حاجات كده جدا، بس المحاضر النفسي مش مع مجموعه. كل واحد بيختلف سماته الشخصيه عن التاني، كل واحد عنده مشكله في حته معينه. صح. ممكن لعيب مثلا بيتعصب بسرعه طبعا. ممكن لعيب تاني ينرفزه في الملعب. فده لازم كل واحد عنده مشكله لازم يبقى ليه ملف بالظبط. اكيد طبعا محتاجه وقت شويه عشان نشتغل عليها، محتاجه شغل كتير، بس طبعا ده عامل مهم جدا جدا. ده اللي كان بيشتغلها الفترات اللي فاتت المدير الفني، اللي هو بيفضل عارف مع ان هو بيكون متواجد مع كل لعيب، بيبقى عارف خلاص سماته الشخصيه، عارف بيتضايق امتى، عارف لما بيكون قاعد احتياطي، عارف لما بيكون بادئ اساسي وخلاص رجليه في الملعب، بيفضل يستفز او يطلع منه كل حاجه كويسه ازاي. عنده مفاتيح كل لعب. فده المدير الفني كان بيشتغل الفترات اللي فاتت. وده في دراسه اي مدير فني او لما بنيجي نشتغل احنا بناخد دراسه، بناخد شغل نفسي، شغل بدني، شغل طبي، حاجات كتيره جدا، بس بتاخده على حاجات صغيره جدا. بس حتى انت كابتن مش محتاجه تاخد الدورات دي، انت نفسيا ما شاء الله يعني عندك كاريزما كده وهدوء ودايما اكيد شخصيه محببه لكل الناس اللي بتتعامل معاك. بالعكس انا في الشغل عصبي جدا والله، في الشغل في الملعب انا بتكلم في الملعب. تعالى نروح شويه بقى للدوري السعودي طبعا. واكيد برضو يعني لفت نظرك اللي حاصل هناك وجلب نجوم العالم في كره القدم للدوري السعودي. شايف الموضوع ده على بعضه ازاي؟ والله انا بصراحه انا مش فاهمه يعني انا مش فاهمه وده رد كويس يعني انا مش فاهمه ان هو ايه هو المطلوب منه. يعني هل هو مطلوب ملف مثلا لاستضافه السعوديه لكاس العالم، ولا هو خلاص سياسه السعوديه الفتره الجايه تعمل زي امريكا اللي هو بتجيب اللعيبه اللي هي خلاص يعني عملت اسم وكده، زي امريكا مثلا جابت ميسي. تمام. السعوديه الفترات الجايه هتبدا تجيب بقى اللعيبه مثلا اللي عدى مثلا 30 سنه او اكبر. هبدا افكر اجيبه عشان جماهير السعوديه تستمتع بيه. بتعمل جلب ضيوف شرف يعني للدوري. بالظبط كده، بعمل جلب المشاهدين للدوري السعودي، بعمل مشاهدات كبيره جدا. فانا مش عارف ايه هو، هل هو استثمار؟ اكيد هل هو استثمار؟ فاكيد افكار كتيره جدا هم حاطينها، لكن موضوع دلوقتي كل الناس بتتكلم على النقطه دي، ودي حاجه كويسه جدا ان العالم كله يعرف ان كريستيانو رونالدو بيلعب في السعوديه. ما دي برضو لما تيجي تعمل ملف في السعوديه لاستضافه كاس العالم دي هتفيدهم كتير جدا، لحد ممكن ناس كتيره ما تعرفش السعوديه والكره السعوديه. ودينا شفنا البطوله العربيه والاهتمام اللي كان موجود فيها.
فدي هو ده الثلاث حاجات اللي ممكن هما بيفكروا فيها هناك. لكن طبعا الدوري دلوقتي شكله حلو، بتيجي تتفرج مثلا كل فرقه بقى فيها نجم او اتنين. كنت اتفرج على الاهلي، اهلي جدا امبارح فيهم فيرمينو بيلعب، و لاعب جزائري اللي كان في مانشستر سيتي رياض محرز. رياض محرز كأهلي جدة كسب 2-1، قدم مباراة على أعلى مستوى. لما يجي تتفرج على كل فرقة كريستيانو عمل شغل نار امبارح برضه، وكريستيانو وخد فريقه كاس الملك سلمان وكاس البطولة العربية. لا الغريب بقى لما تيجي تقرا على السوشيال ميديا بدأوا يخشوا مقارنة بين كريستيانو رونالدو وميسي، وميسي واخد كاس عالم ودي واخد بطولة عربية. ده جمهور مش لو انا مش غلطان الهلال كل مرة بيكون بيلعبوا فيها كريستيانو رونالدو بيستفزوه بان هم يقولوا ميسي ميسي وحاجات زي كده. مش بتكلم يعني. برضه معلش مع احترامي دي بطولة العربية طبعا فرق كبير جدا بينها وبين كاس العالم او المقارنة او انا يعني انا بحب ميسي شوية زيادة شوية، لكن طبعا هو لاعب طبعا مميز جدا، لاعب فاز بيعرف يجيب جون من اقل الفرص ان هو يحرص في البطوله كده. هو دلوقتي 37 38 سنه وهداف البطوله بالظبط كده. في حاجه ما ده برضه هو ده اللي بيعلل القيمه التسويقيه للدوري، القيمه التسويقيه للبطوله العربيه. عملت شكل، عملت صوت كبير جدا في العالم كله ان السعوديه عامله البطوله دي، فمهم طبعا. عندي سؤال لكابتن احمد، يعني مع انتهاء العقود بتاعه اللعيبه الكبيره منهم رونالدو وغيره، انهم مش هيفضلوا يعني هتلاقي لان هم مين لي كلهم كبار في السن يعني الصفقات كل، فهو هيبقى موسم 2-3 ماكسيمم، هيعود مره تانية الدوري السعودي بالنجوم اللي فيه المحليين الى حد كبير. فهل ده بقى هيعمل تقليل من شعبيه الدوري السعودي، ولا احنا خلاص وصلنا ليفل معين، ولا هيبقى في صفقات تانية جديده وهيستمر منوال؟ ولو فضل الموضوع بفكره الصفقات اللي هي من هذا النوع، هل ده هيؤثر على تطوير الكره السعوديه، ولا هي نجوم بتيجي بتادي دور معين وبترحل لكن الاساس هو ما اشتغلتش عليه؟ بمعنى ان انا قاعده الناشئين عندي هل اشتغلت عليها ولا لا؟ هل جبت لهم زي ما بجيب نجوم في الفرقه الاولى، اجيب نجم يمسك لي الناشئين وغيره؟ هذا القطاع الاهم هو اللي ببني عليه، هو البيز يعني. هل في شورت تيرم لونج تيرم بلان، ولا الموضوع شو او ايه يعني؟ خلينا نفهم. بص يعني احنا بنتكلم على الدوري الانجليزي مثلا، الدوري الانجليزي فيه كل فرقه مثلا فيه 7 أو 8 لعيب محترفين، هل ده اثر على المنتخب الانجليزي؟ بس هو اوريدي المنتخب الانجليزي عنده في لعيبه شغالين في الدوري. ده بالعكس، اللعيبه لما يكون اصل كل فرقه في الدوري السعودي معاها عندها كام لعيب محترف، هتلاقي 1 أو 2 أو 3، ده طبيعي. فاكيد دول هيدوا سواء واحد دفع. بكم واحد لا هو مش موضوع يعني لاعب بكم، بس بتكلم على التطوير الفني. التطوير الفني لا، هو في وسط اللعيبه اللي هي المفروض لعيبه المنتخب السعودي او لعيبه الدوري السعودي، ده اكيد هيعمل تطور في الاداء المنتخب السعودي. لكن من موسم لاخر لو هم حاطين اكيد سياسه كل موسم هجيب مثلا حاطط ميزانيه معينه لكل نادي، اقدر اجيب نجم او اتنين يقدر يخش في وسط كل فرقه. بس النجم لكن الواحد من دول تسعيرته انجاز التعبير يعني هو زاد عن الفوق وتروش قطاع الناشئين كله في البلد. لا اكيد برضه حاطين سياسه وهم مهتمين. لا بص عشان الواحد يتكلم بصراحه يعني، لا هم مهتمين بكل حاجه، مهتمين بالقسم الاول القسم الثاني. الدوري السعودي هناك طبعا غير اي دوري في المنطقه العربيه، دوري قوي كبير جدا جدا جدا، ومش دوري بس، لا القسم الثاني والثالث مهتمين جدا. قطاع الناشئين بيجيبوا مدربين على اعلى مستوى وبشهادات معينه عشان تقدر تسافر وتقدر تشتغل في اي نادي سعودي. لا لو بحثت او دورت على مثلا انديه كبيره جدا وسالت مين اللي ماسك مثلا فريق الشباب هناك، هتلاقي اسامي كبيره جدا جدا. وكان في تجارب كتيره جدا للعيبه النادي الاهلي بتشتغل في الدوري السعودي، كان في الشباب اذا كان في النصر، كابتن عمرو انور، كابتن عادل عبد الرحمن، عملوا نتائج كبيره جدا في الدوري السعودي. انا بتكلم هل الخبرات الاجنبيه دي برضو هيستعينوا بيها النجوم الكره الاوروبيه، هل هيستعينوا بيها مره تانية او يعني لا في تطور اكيد، عاملين ميزانيه لكل موسم، هتلاقي ولاعب او اتنين في كل فرقه زي الموجود السنه. لا مش معقوله سنه واحده بس، او مثلا ممكن نقول ايه لغايه موضوع استضافه كاس العالم. بعد مثلا جت السعوديه وحطوا الملف مثلا في كده، جت السعوديه حصل توفيق او عدم توفيق، هل بعديها هيكملوا؟ هيبان الموضوع ده، هيبان الفترات الجايه ان شاء الله. تمام، هو الوقت بيجري
بس أكيد. يعني احنا فتحنا كذا ملف، لكن خلينا نرجع بقى شويه نستفيد بالوقت اللي فاضل عن كابتن احمد نفسه. يعني فكره برضو زي ما احنا دايما بنقول العطاء للاعيبه النادي الاهلي مستمر حتى بعد الملعب في خلال الاعمال المختلفه او المراكز المختلفه، حتى لو بداخل النادي الاهلي او غيره برضو الانتماء بيكون دايما موجود والعطاء دايما موجود. فكابتن احمد بعد كل السنين دي، وهي مش كتيره يعني، بس من انتهاء دورك في الملعب، بتشوف برضو دلوقتي التطوير اللي حصل في النادي الاهلي على كل الاصعده، بتشوف نفسك تحقق ايه مع النادي الاهلي؟ كان طموحك تعمل ايه مع النادي الاهلي؟ خلينا نسمع منك. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا ودي بتزعلني، ممكن خارج الموضوع شويه، بزعل الاول لما بيكون ناس لعبت في النادي الاهلي وما لهاش دور دلوقتي موجود في النادي الاهلي، بيبقى في هجوم كبير جدا على النادي الاهلي، ما اعرفش ليه. هو انا اصل النادي الاهلي ده، انا بالنسبه لي انا اتربيت في النادي الاهلي، انا بلعب وانا عندي 11 سنه، لعبت مثلا 10 سنين ناشئين ولعبت 4-5 سنين فريق اول، خدت بطولات مع النادي الاهلي طبعا. خلال السنين دي كلها بعديها كل شغلي خارج النادي الاهلي. اولا ما باجي مثلا بتكلم عن النادي الاهلي، الحمد لله كويس جدا، عايز النادي الاهلي يبقى على طول في المركز الاول، مع ان انا في ماتشات كتيره جدا اشتغلت في الدوري الممتاز مثلا، اذا كان الانتاج الحربي للفريق الاول، سموحه الفريق الاول، اشتغلت لاعب في النادي الاهلي في اوقات كتير جدا و... بس اللي في القلب في القلب وبقى في المباراه نفسها بلعب النادي اللي مبسوط جدا، بس عايز اكسب، ده طبيعي، ده عادي جدا طبعا. بس عايز اكسب المباراه، بس عايز في الاخر النادي الاهلي هو اللي ياخد البطوله، عايز النادي الاهلي هو. فبزعل جدا لما بشوف اي مثلا نجم كبير في النادي الاهلي او اي حد كان موجود في النادي الاهلي ويحصل اي لقب، بحس ان ادام انا مش موجود يبقى بحس ان ايه يعني ناس زعلانه من جواهم ان هم مش موجودين. يعني لو في فرصه متاحه او غيره اكيد هيتم الاستعانه أكيد. ومش ده النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ده فيه نجوم كتير جدا على مرور السنين، كل دول هيشتغلوا ازاي في النادي الاهلي؟ يا احمد انت من خيره ابناء النادي الاهلي ورمز من رموز النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي، ده شرف ليا. بص ده شرف ليا لفترات طويله الحقيقه. بص ده شرف ليا وكلنا اسم مثلا كان احمد عفتها او اي اسم تاني، كفايه ان مكتوب لاعب النادي الاهلي السابق، دي بالنسبه لنا شرف لينا، بتخلينا في اي حته واحنا ماشيين او احنا ناس بتشوفنا دي حاجه عند ربنا الحمد لله راضيين بيها. الحمد لله يعني الحمد لله نورت الدنيا كلها. بجد كالعاده يعني اشكرك جدا.